السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوفوا اليوم راح نتعلم طريقة تركيب هذا الحساس للكترود. هذا الحساس بيركب مع المضخات الغاطسة اللي بالبير، مثل ما شايفين هذا من شركة تينسي. الحساس بهذا الشكل، وعندي السلك. لنفترض انه هذا السلك اللي راكب مع الغطاس، ومقص هاي المسافة هيك شايفين. وعندي هذا المسمار، بدخل السلك بهذا الشكل، نربط عليه كمان. عندنا الخطوة الثانية، هلا عندي هون الربر هاي من تحت، وعندي هون القطعة الثانية، بدخلها بهذا الشكل، نحاول نغطي المسمار. هلا مرجع هاي لمكانها، بعدين كمان عندي هاي الغطاوي، ركبها بهذا الشكل وبنربط عليها. لازم نربط عليها كتير منيح مشان الربر يمسك مع بعضه وما بيدخل للمسمار او مكان النحاس تبع السلك اي مي. بس هيك، هي الطريقة، ان شاء الله تكون سهلة وواضحة للجميع.